ها هنا حلقة من سلسلة رشفات تشتمل على 4 أسئلة. أسأل الله العون والتوفيق والسداد. آمين. وأذكر المشاهدين بالاشتراك في القناة والتعليق. سؤال: نسمع بعض المذيعين والمثقفين يقولون رجال أكفاء من الكفاءة، فماذا نقول للمكفوفين فاقدي البصر؟ كفاء؟ نعم، هذا خطأ، جمع كفيف. هذه اللفظة تقال لمن كان مكفوف البصر. نعم. أما من كان كفأ فهذا جمعه أكفاء. أكفاء بسكون الكاف. نعم، كفء. نعم. وكف وكف، الجمع أكفاء. فأما أكفاء كلبيب وألباء وشديد وأشداء فهذا جمع كفيف كما ذكرنا. فالخلط بين أكفاء وأكفاء هذا خلط شائع. نعم، الصواب أنهم أكفاء لا أكفاء. نعم. جميل. ما الفرق بين قول الله تعالى خالدا فيها وقول الله تعالى خالدين فيها؟ أولا، لم يأتي الخلود مفردا في وعد أصحاب الجنة. نعم. أما أصحاب النار فجاء جمعا وجاء مفردا، ومما قيل في توجيه ذلك أن الإفراد فيه دليل على نوع آخر من العذاب، وهو الوحدة بلا أنيس ولا شريك. وأما أهل الجنة ففي مجالس أنس وحظائر قدس. ثانيا، هذا القول وهذا التأويل هو اجتهاد، والله تعالى أعلم بالمراد. هل تنصحون بقراءة نهج البلاغة وحفظ شيء منه؟ نهج البلاغة هذا كتاب ضم بين دفتيه خطبا وأقوالا منسوبة إلى علي رضي الله عنه، فيها ما يصح وفيها ما لا يصح. نعم. والجامع لهذه الأقوال والخطب هو الشريف الرضي أو المرتضى، ولا إسناد له. فالذي يروق لك من هذه الخطب وتلك الأقوال والحكم ووجدت نفسك تستأنس به فاحفظه، وسوف تنتفع بهذا حتى ولو نسيته إن شاء الله. نعم. دكتور، هل يمكنكم أن تدلوني على طريقة للتلخيص؟ التلخيص أعسر من البسط، ولا يقدر عليه إلا من فهم وقدر على الإيجاز. أما الكلام الكثير والبسط فهذا سهل، هو الأسهل. فأنا أوصيك بالفهم التام أولا لما أردت أن تلخصه، ثم اكتب ما فهمت، ثم راجع الأصل. أما التلخيص بقصد التصنيف فهذا له ضوابط، من أهمها حذف المكرر. إذا أراد الإنسان أن يصنف كتابا موجزا أو أن يختصر كتابا مطولا. نعم. نعم. نكتفي بهذا القدر، ونذكر المشاهدين بالاشتراك في القناة والتعليق.